Dear student, hello and welcome to the physics program for grade 3. This is Hala Hassan, physics teacher in STEM Gharbiya school. ازيكم؟ طبعا انا كنت سعيده جدا لما شفت الناس اللي حلوا الامتحان الفيرست تيست بتاعنا اللي كان على تشابتر 1. هقول أسماء بعض الناس اللي جابوا 10 من 10. كارين عبد المجيد، كارين ماجد عبد المسيح، وندى صلاح، ولوجين هشام، ودكتور أحمد إن شاء الله تبقى دكتور، ودينا خالد، وكارمينا ماجد. طبعا يعني كنت سعيدة قوي لما لقيت الريسبونسز بتاعتكم حلوة كده. أتمنى أن أنتوا تكونوا دايماً في أعلى الدرجات، وبإذن الله هيكون بعد ما نخلص تشابتر 2 هيكون في تيست على تشابتر 2، وبعدين نعمل تيست بعد كده على تشابتر 1 and 2. تشابتر 2 بيتكلم على الماجنتيك إفكت of the electric current. اتكلمنا على الماجنتيك إفكت of the electric current in a current carrying wire اللي هو straight wire، وبعدين اتكلمنا على لما يبقوا 2 straight wires الكرنت in the same direction أو the current in the opposite direction، واتكلمنا بعد كده على الماجنتيك فيلد due to the loop والماجنتيك فيلد due to the solenoid. النهاردة هنبدأ كلامنا على الماجنتيك فورس and the torque. لما نتكلم على الماجنتيك فورس هنا بنقول ان انا متفقين ان لما بيبقى في عندي واير موجود فيه كرنت بيطلع حواليه ماجنتيك فيلد، والماجنتيك فيلد ده بنعرف نحدد الدايركشن بتاعه بامبيرز رايت هاند رول. طب انا هحط الكرنت كارينج واير ده ان ا ماجنتيك فيلد، في الحاله دي بقى عندي two magnetic fields. اللي بيحصل ان نتيجة ان في force بتطلع تحرك ال wire. يبقى لما بتكلم على ان انا معايا current موجود في wire والwire ده is in a magnetic field perpendicular to the magnetic flux lines، اللي بيحصل ان force بتطلع perpendicular to both the wire and the field. الforce دي بنشوفها في انها بتعمل motion للwire، تلاقي الwire بتاعي اتحرك. عايزة أبص على الإكس اللي موجودة في الرسم اللي قدامي دي، معناها إيه؟ معناها إن الماجنتيك فيلد لاينز داخلة جوه السكرين بتاعتي. ممكن أحط دوت وممكن أحط إكس، الدوت خارجة والإكس داخلة. تمام؟ طيب اتفقنا دلوقتي اهو ان انا لو عندي الواير موجود في الماجنتيك فيلد بس مفيش كارنت، يعني الاي ايكوال زيرو، هيفضل الواير زي ما هو في مكانه. حطيت الكارنت بيمشي في الواير في الدايركشن من تحت لفوق، بصينا لقينا الفورس طلعت اهي حركت الواير بالطريقة اللي في الرسمة. طيب لما غير الدايركشن اوف ذا كارنت هيتغير الدايركشن اوف ذا فورس، ولما بتتغير الدايركشن اوف ذا فورس هيبان لي شكل الحركة بتاعة الواير مختلفة. من هنا بتكلم على فليمنجز ليفت هاند رول. فليمنجز ليفت هاند رول بتحدد لي الدايركشن اوف ذا ماجنتيك فورس acting on a straight wire. ولو سكت لحد هنا
طب ما هو الستريت واير ممكن يبقى carrying current او doesn't carry any current. انا لازم هتك على حته ان الستريت واير carrying an electric current وموجود perpendicular on a magnetic field. شكل فليمنجز هاند رول. فليمنجز ليفت هاند رول. شايف ايدك الشمال. The method of the Fleming's right, the left hand rule بتقول ان ال pointer and the thumb perpendicular to each other. والاثنين دول perpendicular to the rest of the fingers. ال pointer هعمله في ال direction بتاع magnetic flux. The rest of the fingers except the thumb هيبقوا في ال direction of the current. Thumb ساعتها هيشاور بالظبط على ال force أو the motion of the wire. لو أنا حاطط wire بعدي فيه current جوه magnetic field، عايز أعرف ال force اللي هتأثر على ال wire ده عشان تحركه هيبقى اتجاهها ازاي؟ يبقى أنا بتكلم في Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule عندي صوابع التلاتة بعملهم perpendicular to each other. ال pointer هخليه في ال direction بتاع ال magnetic flux. بقية ال fingers هخليهم في ال direction بتاع ال current. يبقى اللي فاضل ال thumb هيديني الدايركشن بتاع الفورس او الموشن. طيب انا عايزه احسب، عرفنا الدايركشن، عايزه احسب الماجنيتيود بتاع الفورس دي. الفورس acting on a straight wire carrying an electric current in a magnetic field. الفورس دي عرفت هجيب الدايركشن بتاعها ازاي؟ بفليمنجز ليفت هاند رول. طب هي قيمتها كام؟ أول حاجة هقول إن الفورس directly proportional with the length of the wire and this force is directly proportional with the current passing through the wire and the force is directly proportional to the B اللي هي magnetic field density. من دول بقت F is directly proportional with BIL. لما هنشيل proportion sign هحط equal constant. constant ده بقى كام؟ هنا هنقول N. إذا الميجرنج يونت بتاعة الماجنتيك فلكس دنسيتي تسلا واللينث بتاعي 1 متر لونج واير والكرنت 1 امبير هتبقى الفورس 1 نيوتن. يبقى انا في الحالة دي بتكلم في ان الاف ايكوال بي اي ال. تمام. طيب بقى الـ constant equal 1. ده امتى؟ لما بيبقى الواير بتاعي perpendicular to the magnetic field. تمام؟ طب لما بيبقى في عندي angle زي الثيتا اللي قدامي دي. If the wire makes an angle with the flux theta. في الحالة دي أنا ما أقدرش أتجاهل الثيتا. هقول إن الـ F equal VIL sin ثيتا. تمام؟ طيب. هنا بقى أنا عايز أشوف If the wire is parallel to the direction of the flux lines إيه اللي بيحصل؟ شكله كده. تبقى الأنجل هنا كام؟ الثيتا هنا equal to zero. Then
ال F equal V I L sine theta اللي هي 0 equal to 0. يبقى الفورس vanishes، مفيش فورس. هنا الواير مش هيتحرك عشان الزاوية ما بينه وما بين الماجنتيك فيلد زيرو، فما فيش فورس. طيب if the wire is perpendicular to the direction of the flux lines. Perpendicular معنى perpendicular يعني ثيتا هنا equal to 90، then هتبقى ال F equal B I L sin theta اللي هي B I L sin 90، يعني وsin 90 equal 1، تبقى هتبقى equal B I L وبس. So the force هنا ال maximum. طيب لما هتكلم على magnetic flux density هنا بقى، إذا كانت ال F equal B I L هتبقى ال B equal F over I L. The magnetic flux density في الحالة دي من القانون اللي قلنا F over IL، أقدر أقول عليها إنها the magnetic force acting on a length 1 meter carrying electric current of intensity 1 ampere following perpendicularly to the magnetic field at that point. يبقى أنا قلت ال B في ال identification بتاعتها، جبت سيرة ال force، جبت سيرة ال current، جبت سيرة ال length زي ال low، ومنها بما إن ال magnetic flux density is measured by تسلا، يبقى أنا هقدر أقول إن التسلا is the magnetic flux density which exerts a force on 1 newton on a wire of 1 meter length carrying electric current of 1 ampere perpendicular to the magnetic flux lines. لأن التسلا هي الميجرينج يونت بتاعة الماجنتيك فلوكس دينستي، فأنا أول ما هبعرف التسلا بقول it is the magnetic flux density. أي تعريف بتاع ميجرينج يونت لازم بقول اسم الفيزيكال كوانتيتي بتاعتها. تمام؟ طيب أنا عايز أتكلم على الفاكتورز that affect the magnetic force acting on a wire carrying a current moving in a magnetic field normal to the wire. إحنا اتفقنا إن الـ F B و I و L و sin theta. يبقى أول فاكتور هيبقى الـ B magnetic flux density، وعشان أرسم الجراف لازم هيبقى اللي قبل الايكوال ساين on the y axis، واللي بعد الايكوال ساين انا واخده منهم فاكتور اللي هو البي الماجنتيك فلكس دنسيتي، هو ده اللي هيبقى على الاكس axis، وبقيه اللو او بقيه الايكويشن هيبقى ايكوال تو ذا سلوب، لان السلوب هنا ايكوال اف اوفر بي ايكوال اي ال ساين ثيتا. طيب the second factor length of the wire، كل ما كان length of the wire كبير كل ما كانت الفورس كبيرة، يعني دول directly proportional. برضو هرسم الجراف، هتبقى ال F on the y axis and L on the x axis و the slope will be F over L which is equal to BI sine theta. Number three, the electric current intensity ال I. حطيت ال F عشان هي اللي قبل ال equal sign على ال y axis، حطيت ال I على ال x axis
وبقيه اللو بقيه الايكويشن equal to the slope، يبقى slope equal f over i which is equal to b l sin theta. The last factor is sin the angle between the wire and the direction of the flux. ولما هترسم الجراف between f and sin theta هيبقى شكله برضو directly proportional، والسلوب هنا هيبقى equal to BIL. Let's think، نفكر كده مع بعض. A wire carries a current of 22 ampere from west to east. Assume the magnetic field of the magnet at this location is horizontal and directed from south to north. And it has a magnitude of 0.5 × 10⁻⁴. Find the magnitude and the direction of the magnetic force on a 36 meter length of wire. طيب نركز بقى، نطلع الداتا بتاعت الكوشن بتاعي. أول حاجة الكرنت الـ I equal 22 أمبير، معايا الـ length equal 36 متر، معايا الـ B، تمام؟ يبقى الـ F equal BIL sin theta. ادي ال بي وادي ال اي وادي ال ال وساين 90 عشان perpendicular. كده انا طلعت الماجنتيود بتاع الفورس. هو عايز الماجنتيود وعايز الدايركشن. عشان اجيب الدايركشن اعمل ايه؟ برافو، هن apply right hand rule to find the direction of the magnetic force. وبعدين نحط بقى ايه الفينجرز بتاعة ايدك اليمين كده pointing from west to east، تمام، ونلفهم. هتبص تلاقي طالع معاك thumb points to upward لفوق. أنا جبت كده الماجنيتيود بتاع الفورس والدايركشن بتاعها. طيب another question. A current carrying wire of length 50 centimeter is positioned perpendicular to a uniform magnetic field. If the current is 10 ampere and it is determined that there is a resultant force of 3 newton on the wire due to the interaction of the current and the field. What is the magnetic field strength? هو عايز ايه؟ عايز magnetic field strength يعني B. طب هو انا معايا كل حاجة؟ اه معايا كل حاجة اعرف اجيب بيها ال B. طيب شوف الاختيارات، نفكر عشان نعرف نحل. الإيكويشن بتقول F equal BIL sin theta، الـ F 3 والـ B هي الـ unknown بتاعتي، وعوضت طلعت الـ B equal 0.60 تسلا، so the answer is letter A. Next question. A horizontal wire of length 3 meter carries a current of 6 ampere and is oriented so that the current directed in 50 degrees. The Earth's magnetic field is due north and this point and has a strength of 0.14 × 10⁻⁴ tesla. What is the size of the force on the wire?
يعني عايز الماجنتيود بتاعت الفورس بتاعتنا. عشان اجيب الماجنتيود بتاعت الفورس هقول F equal BIL sin theta. خلي بالك ان الخمسين دي مش مديها لنا كده هزار، وما قالش انها perpendicular عشان اقول BIL وبس. تمام، يبقى انا هعمل ايه؟ هقول F equal BIL sin theta. طب هي الثيتا بتاعتي ايه؟ كام؟ 50 ولا 40؟ خلي بالك ان الفيفتي دي اهي هو قايل S of W، يعني ايه؟ شمال ولا جنوب؟ W دي ويست والاس ساوث ويست. تمام، طيب معنى كده ان الانجل بتاعتي دي اللي هي هنقيسها من فوق، بس انا عايزه الانجل اللي مع الماجنتيك فيلد لاينز. الانجل مع الماجنتيك فيلد لاينز هتبقى 90 - 50 تبقى 40. يبقى my answer هقول F equal BIL sin theta. يبقى ال F equal ادي ال B اللي هي 0.14 × 10⁻⁴ مضروبة في ال current I اللي هي 6، مضروبة في ال length هي 3، والانجل بتاعتي 40 قلنا sin 40. Then the answer will be D. هنا بقى هتكلم على the force between two parallel wires each carrying current. فاكرين الرسمة دي؟ أنا لما يبقى عندي two parallel wires each carrying current، كل واحد فيهم طالع عنده magnetic field density، طالع كل واحد فيهم ليه magnetic field بيأثر على التاني، بقى كل واحد كأنه محطوط جوه magnetic field و passing through it الكرنت بتاعه. يبقى أنا لما ابتدي أتكلم هقول على الفيرست واير، هقول بقى الفيرست واير الكرنت بتاعه I1 واللينث بتاعه L، second واير الكرنت بتاعه I2. تمام، الديستانس ما بينهم دي، وهما الاثنين سيم لينث يعني هي ال L، والماجنتيك فيلد بتاعهم بيدي فورس. ونبتدي نقول ان الفورس اللي بتأثر على الفيرست واير F equal، احنا قلنا B و I و L، بس انهي B انهي I وال L؟ قلنا ان هما same length لان هو ده الفيرست واير، يبقى هيعدي فيه الكرنت I1، بس بيأثر عليه الماجنتيك فيلد بتاع السكند واير، هتبقى ال F1 equal B2I1L. ال B لوحدها ميو I over 2 pi D علشان ده straight current carrying wire، يبقى ال F equal ميو
اي 2 اوفر 2 باي دي اللي هي البي بي 2 مضروبه في الاي 1 ال. طب لو اتكلمنا على the force acting on the second wire هتلاقي نفسك بتقول بي 1 اي 2 ال لان هو السكند واير بيعدي فيه الكرنت اي 2 واللينث بتاعه ال عادي بس هو متاثر بالماجنتيك فيلد بتاع الفيرست واير اللي هو بي 1 يبقى الاف ايكوال بي 1 اي 2 ال والبي هتبقى ايكوال ميو اي 2 اوفر 2 باي دي. طب ايه الفرق ما بينهم؟ الاف 1 هنا ميو اي 2 اي 1 ال اوفر 2 باي دي والاف 1 بتساويها برضو يبقى الاف 1 ايكوال اف 2 بتساوي ميو اي 1 اي 2 ال اوفر 2 باي دي. يعني ال F دي the mutual force between those wires. تمام؟ هنا أنا لما بتكلم هقول إن الواير الأولاني بيأثر على الواير التاني بفورس، الواير التاني بيأثر على الواير الأولاني بنفس الفورس، ال first wire acting by a force on the second wire equal the force that the second wire acting on the first wire. تمام؟ طيب نرجع تاني ونقول ان the magnetic flux density due to a current in two parallel wires لما بيبقى ال I1 and I2 in the same direction هنا الفورس هتبقى attraction force. الفورس اللي هي ايه؟ اللي هي ميو اي 1 اي 2 ال اوفر 2 باي دي. This force will be attraction force if the current in the same direction. But if i 1 and i 2 is in the opposite direction, so the mutual force is repulsion. انا دلوقتي لو بتكلم على ان انا عندي سلكين الاثنين دول بيعدي فيهم current في same direction هيطلع force. الفورس دي الماجنتيود بتاعها كام؟ ميو اي 1 اي 2 في ال اوفر 2 باي دي. طيب دي قيمتها. طب هل هي attraction ولا repulsion force؟ احنا قلنا same direction هتبقى attraction force. طب لو أنا عندي الكرنت بيعدي في الواير الأولاني the opposite direction بتاع الواير التاني يبقى هنا الفورس هتبقى هي نفس الفورس اللي هي ميو I1 I2 L over 2 pi D بس هتبقى repulsion force نفس القيمة بس بريبالشن. ليه؟ عشان أنا غيرت الدايركشن بتاع الكرنت. تمام؟ طيب نتكلم على the torque. Torque acting on a rectangular coil carrying electric current placed in a magnetic field. Torque ده اللي هو لما يبقى عندي two forces acting on an object opposite direction تتسبب في ان الاوبجكت بتاعي يلف يبقى انا بقول ان انا عملت عليه تورك. يبقى التورك ده the sum of forces لما بتبقى في الاوبجكت direction وما بينهم وما بين بعض distance مأثرين على the same object. طيب لما نبص على الفيجر ده خلي بالك الفيجر هنا انا معايا ريكتانجل اهو الواير شكله شكل الريكتانجل بيعدي فيه الكرنت from A to B C
and 2D. ومعايا الماجنتيك فيلد طبعا اكيد ماشي from north to south. ايه اللي بيحصل؟ اول حاجة هبص على سايد A D وسايد B C، الاثنين دول parallel to the flux lines، يبقى معنى كده مدام parallel اتفقنا ان طالما الانجل equal to zero هتبقى sin zero equal zero، يبقى في الحالة دي الفورس اللي بتأثر عليهم equal to zero، يبقى التو سايدز AD BC ما بيأثرش عليهم فورس. طيب السايدز AB and CD دول perpendicular، تمام؟ فلما يبقوا perpendicular يبقى أنا هيتأثروا بالفورس، كل واحد فيهم هيبقى مأثر عليه فورس BIL. البي اي ال عند السي دي نفس البي اي ال عند الاي بي، بس خلي بالك ان انا عندي opposite direction، تمام؟ بقى في عندي هنا force acting on the side اي بي اللي هي اف اي بي، بص على الرسمة، في force تانية acting on the side CD اللي هي FCD، شايف الدايركشن بتاعها، بقى two forces equal in magnitude و opposite in direction وبينهم وبين بعض distance، ده هيخلي الواير بتاعي يلف اللي هو قلنا عليه بيعمل حاجة اسمها torque. The coil is acted upon by a torque which will cause the coil to rotate. تمام؟ طيب. تعالى بقى نتكلم على ايه؟ على التورك بتاعي ده. التورك بيساوي ايه؟ One of the forces times the perpendicular spacing. ما احنا اتفقنا ان ال FAB equal to FCD، فأي فرصة منهم بضربها في ال perpendicular spaces أعرف أطلع التورك، يعني التورك مش فرصة بس، التورك equal the force times the perpendicular spacing. التورك إيكوال الفورس اللي هي بي اي ال مضروبة في كمان ال. طب لاحظ ان ال الاولانية اللي هي ال اوف سي دي، وال التانية اللي هي ال اوف بي سي، يبقى انا بتكلم في ان انا عندي ال length وال width بتوع ال rectangle هضربهم في بعض عشان يطلع لي ال area، يبقى ال torque equal ال B مضروبة في ال current في ال area of the rectangle. لو ال rectangle بتاعي consists of n turns، يعني ما هواش one turn، لو هو n turns هضرب number of turns في ال BIA يبقى tau equal BIAN. نقول تاني التورك
يطلع من two forces. two forces دول equal بينهم perpendicular spaces، واحدة فيهم بتتحرك في direction والتانية بتتحرك في the opposite direction، يقوموا يتسببوا في ان بيحصل rotation. هنا بقى لما هقول F اي force فيهم بي اي ال، وبعدين ال perpendicular space ما بينهم، ممكن اقول ال بي سي، ممكن اقول ال اي دي. في الحالتين انا بضرب ال length by width، مادام length by width اداني area، ولو انا عندي more than one turn يبقى انا لازم عشان احسب التاو تورك هضرب البي في الاي في الاريا في number of turns. طيب ده لما بيبقى perpendicular. طيب if the plane of the coil is inclined by an angle theta to the magnetic flux، ايه اللي بيحصل؟ تبقى تاو equal بي اي A ساين ثيتا، زي ما كان لما كنا بنقول في الفورس لو عندي زاوية يبقى أنا لازم هحسب الفورس بي اي ال ساين ثيتا. هنا عشان أحسب التورك، التورك equal بي اي A ساين ثيتا. الميجرينج يونت بتاعت التورك هتبقى الفورس، احنا قلنا ان هو فورس مضروب في البربنديكولار ديستانس، يبقى الفورس از ميجرد باي نيوتن، الديستانس از ميجرد باي متر، يبقى الميجرينج يونت اوف ذا تورك از نيوتن متر. طيب انا اتكلمت على الفورس that acts on a current carrying wire due to the magnetic field، وبعدين قلت لو عندي ما هواش straight current carrying wire لكن لو شكله rectangular shape يبقى مش هتبقى one force، هيبقوا two forces يعملوا rotation يعني بيسببوا torque. طيب عندي حاجة جديدة اسمها the magnetic dipole moment. ايه ال magnetic dipole moment؟ هقول لك انا لسه بتكلم في التورك، لو the plane of the coil perpendicular to the direction of the magnetic flux بقت التاو equal to zero، لأن تاو equal b i a n sin zero يعني هتطلع zero لأنه كده الأنجل بتاعتي zero. طيب لو the plane of the coil is parallel to the direction of the magnetic flux يبقى التاو هتبقى B I A N، يعني معنى كده هنا التورك هنا هيبقى الماكسيمم فاليو، وما دام انا قلت ماكسيمم فاليو هنا انا عايزه اتكلم بقى على ايه الماجنتيك دايبول مومنت. دي الماجنتيك دايبول مومنت اللي هي تاو اوفر بي، وبرمز لها بالرمز ام دي. تاو اوفر بي، انت لو قسمت التاو اللي هي بي اي اي ان في الماكسيمم فاليو اوفر بي هيتبقى لك الاي اي ان اللي هو اسمه الماجنتيك دايبول مومنت. بس لاحظ ان انا لازم اخد له ايه، لازم اتعامل معاه لانه بوزيتيف بس،
يعني absolute value, absolute value يعني عمره ما هيطلع معايا بالنيجاتيف. يبقى الماجنتيك دايبول مومنت ده it is the torque acting on a coil carrying electric current and its plan is parallel to the magnetic flux density of 1 تسلا. وده طبعا اتفقنا ان هو فيكتور كوانتيتي, وفيكتور انا باخد له في الماجنيتيود باخد الابسوليوت فاليو بس, الدايركشن بتاعه perpendicular to the area of the coil. ويبقى كده الام دي ايكوال تاو اوفر بي اللي هي ايكوال اي اي ان. فاكتورز affecting the torque, خلي بالك اللو بتاعي فيه كام فاكتور للتورك, ب اي اي ان ساين ثيتا. يبقى انا لما هقول الفاكتورز فاول حاجه البي اللي هي الماجنتيك فلكس, واتفقنا برضو تاو لان انا بقول في اللو تاو ايكوال تبقى التاو دي على الواي اكسس وتبقى البي على الاكس اكسس, وبقيه اللو بيديني السلوب اي اي ان ساين ثيتا. سكند فاكتور از ذا سيرفيس اريا الاي, ولما برسم الريليشن بين تاو اند اي هتطلع السلوب بي اي ان ساين ثيتا. ثيرد فاكتور اللي هو نمبر اوف تيرمز, نمبر اوف تيرمز اللي هي ان is directly proportional with the torque, وهيبقى السلوب هنا equal tau over n اللي هو لو عوضنا في اللو هتلاقي فاضل في b i a sin theta. fourth اللي هو the current intensity, the current intensity لما نرسم relation between tau and i تطلع directly proportional, تبقى تاو اوفر اي اللي هو السلوب ايكوال بي اي ان ساين ثيتا. The last factor is the angle, so the sine of the angle between the perpendicular of the plane of the coil and the magnetic flux line directly proportional. يبقى هنا لما هاجي احسب السلوب تاو اوفر ساين ثيتا هتطلع بي اي اي ان. طيب let's practice. معايا سؤال question number 4. There is a current i flowing in a clockwise direction in a square loop. If wire of wire that is in the plane of the paper, if the magnetic field اللي هو B is towards the right, and if each side of the loop has length L, then the net magnetic force acting on the loop is إيه بقى؟ أنا عايز النت magnetic force D. ليه دي بقى؟ برافو. Question number 4. A wire is lying horizontally in the north-south direction and the horizontal magnetic field is towards the east. Some positive charges in the wire move north and an equal number of negative charges move south. The direction of the force on the wire will be Eba. هو مديني الدايركشن بتاع الماجنتيك فيلد وبعدين بيقول لي positive charges بتمشي رايحة north والنيجاتيف charges رايحة south. الدايركشن of the force ايه؟
اللي بتأثر على الواير. تمام، هتبقى down into the page. question 5. a circular current loop is placed in an external magnetic field. how is the torque related to the radius of the loop؟ هو التورك العلاقة بينه ما بين الراديوس. التورك is directly proportional with the area. وما دام ده circular هتبقى الاريا equal pi r square. يبقى the answer will be C because it is directly proportional to the radius square. هي ال A equal pi r square. Question number 6. A circular loop carrying a current of 1 ampere is oriented in a magnetic field of 0.35 tesla. The loop has an area of 0.24 meter square and is mounted on an axis perpendicular to the magnetic field, which allows the loop to rotate. الموضوع هنا فيه torque. If the plan of the loop is oriented parallel to the field, what is the torque is created by the interaction of the loop current and the field. خلي بالك أنا معايا الكرنت أدي الـ I، معايا الماجنتيك فيلد الـ B، معايا الأريا A، تمام؟ اللوب بتاعي تاو إيكوال بي أي A لأن هو ما ادانيش اي نمبر للوبس، يبقى انا مش هقول بي اي اي ان، يبقى الانسر بتاعتي هنا هتبقى سي. اي حد محتاج اي سؤال سواء من اللي انا قلتهم او عنده سؤال اكتبه في الشات، اكتبه في الكيو اند انسر، وانا عندي استعداد اجاوب لك عليه. أنا بقرا الشات كلمة كلمة، بس مع الأسف مش بعرف أقراها في وقت الحلقة، بقراها بعد الحلقة. وتلاحظ إن أنا ممكن في الحلقة اللي بعدها بجاوب على سؤال كان معروض في الحلقة دي. أي حد محتاج أي حاجة أنا موجودة في أي وقت تحت أمركم. اكتب لي سؤالك أو الجزء اللي أنت ممكن تكون فيه صعوبة بالنسبة لأن وأنا بشرحه ما فهمتوش، وأنا ممكن أعيده تاني بشكل تاني. تمام؟ أتمنى إن انتوا تكونوا استفدتوا ولو جزء بسيط، وشكرا جزيلا ليكم.